ولو قال قائل إن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهتز العرش يعني السرير فرحا بلقاء الله سعدا حتى تفسخت أعواده على عواتقنا، يعني حتى تعبنا، فالجواب عن هذا أنه من رواية عطاء بن السائب وقد اختلط في آخر عمره، ويعارضه ما صححه الترمذي من حديث أنس وهو حديث صحيح، قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخف جنازته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة كانت تحمله. هذا يعارض ما ذكر من أنهم تعبوا وتعبت عواتقهم، فدل على ضعف ما ورد عن ابن عمر مما ذكر آنفاً.